العمل في منطقة حائل عام 2017 وجدنا نوع من الثعابين كان لأول مرة يشاهد في هذه المنطقة، وبالتالي لابد أن نأخذ إجراءات كثيرة جدا حتى نستطيع أن نقول أن هذا النوع هو لأول مرة يسجل في حائل أو في المملكة أو في العالم. وبالتالي كان هناك تعاون مع المتحف التاريخ الطبيعي في التشيك، وكذلك مع أيضا نخبة من العلماء في البرتغال وفي مصر وفي اليمن وفي السعودية، وأيضا إلى أيضا الهيئة الملكية أيضا في العلا وفي نيوم. وأخذت الإجراءات وقت طويل جدا حتى كم تقريبا أخذ الوقت؟ يعني الوقت أخذ تقريبا منا 4 سنوات حتى نريد أن نرى أنه هل هذا الثعبان هو موجود فقط في منطقة حائل أم في مناطق أخرى، وبالفعل وجد في منطقة تبوك، وجدناه أيضا في منطقة المدينة، وخرجت الورقة العلمية تقريبا قبل شهر أنه نوع جديد على مستوى العالم ينضم إلى منظومة الحياة الفطرية الزاحفة في العالم وفي المملكة العربية السعودية، وهو نوع من الثعابين الغير سامة. هذا النوع غير متواجد إلا عندنا في المملكة؟ نعم، هو موجود الآن عندنا، رصد فقط في منطقة حائل والمدينة وتبوك. في العالم ما في؟ نعم ما في. في طبعاً. وش اسمه هذا؟ وش اسمه النوع؟ اسمه رينكو كالاموس حجازيكا، سميناه على الحجاز على أساس منطقة العلا، فالاسم كان بالانتخاب بين 15 عالم صوتنا فيه، كان فيه من ضمن الاقتراحات أنه كم يسمى مثلاً حائلي أو سلمة أو حجازي. فالأغلبية كانوا يرون أن يسمى على الحجاز، فأطلق عليه هذا الاسم وأودعت العينة في المتحف الفرنسي.